مسي عليكم بخير اعزائي المشاهدين من قناه كويت سبورت ببرنامج فتنس، البرنامج اللي يختص بلعبه العصر، لعبه كمال الاجسام واللي يرتبط معاها بشكل اساسي التغذيه. اليوم نكمل مشوار حلقتنا مع الكابتن محمد شعبان واللي هو رمز من رموز بطوله مستر اولمبيا. حبيبي الله يديك الصحه، مساك الله بالخير، يعطيك العافيه، الله يديك الصحه. طبعا هذا التمرين الرابع، وهيكون على طبعا احنا النهارده يعني مختارين كل التمارين اجهزه عشان يحيى الاصابه، ونوري المشاهدين شلون ممكن اللاعب المصاب يلعب التمارين على عشان نقول ان تقدر بس تلعب اجهزه، مش بس تلعب دمبل او بار. فهيكون التمرين على المستوي بس الجزء الداخلي من العضله. حلو. فيكون ضيق، هيكون صدر مستوي واحنا قاعدين. طبعا زي ما انت شايف الجهاز مرتاح جدا، يعني انت بس ما عليك الا ان انت تركز في العضله تلعب، تحرك يدك بشكل صحيح، يعني زي ما بقول ازق بشكل صح بس، يعني مش محتاج من اللاعب مجهود كبير. يعني انا نفسي يعني زمان لو كان في نفس الامكانيات دي مفيش، استحاله نلاقي الامكانيات دي. وعلى فكره يعني لو سافرت اي دوله ما تلاقيش نفس الامكانيات الموجوده في الكويت بصراحه. يعني لو رحنا اي دوله او سافرت اي دوله او تروح اوروبا او عشان تخش جيم، مش هتلاقي جيم زي الموجود في الكويت. فاحنا المفروض نكون فخورين ان احنا عندنا المستوى ده، لان هم دايما احنا افضل منهم بكتير، في المتقدمين عنهم في الجيمات بصراحه. يعني فالمفروض ان احنا نستغل الفرصه ديت، يعني كل الشباب تستغل الفرصه دي. الجهاز مريح جدا ان انت تلعب وتكون بعيد عن الاصابات. فمش عارف، في ناس كتير متقاعده ومتكاسله عن التمرين، او الجيم تقيل على قلبي او كده. ما فيش، ما عادش مش ناقص ما عادش ناقص حاجه الا انا ناقصه حدي يتمرن بس. موفرين لك جميع الاجهزه وجميع انواع الاجهزه، الحر، الدامبل، كذا زاويه، كذا تكنيك، تقدر تحصل على اي جهاز. ومرتاح جدا وانت مرتاح، يعني حتى لو قلنا رجلي، انا رجلي مكسوره، انا رجلي تعبانه، انت قاعد على الجهاز وتتمرن. بالضبط، صحيح. انزين، فنرجع حق الجهاز هذا، يركز لنا على المنطقة الداخلية من الصدر. من الصدر المستوي. وخصوصا انه هو قاعد يلعب على مستوى ضيق، لما يلعب على المستوى المستوي من الطريقة هذه راح يشغل لي اي مستوى. هيبقى نفس الجهاز اللي احنا لعبناه وانت قاعد. يعني نفس الجهاز المستوي اللي قبل شوية لعبناه واحنا قاعدين. نفس البار. فانت تبي التمرين الرابع يكون ضيق، انت مستهدف المنطقه الضيقه من الصدر. نفس التمرين الضيق هيشكل نفس لو لعبنا دمبل بالشكل ده، ضيق نفس الدمبل، بس بدل ما نبقى عندنا دمبل واللاعب مبتدئ وعرضه للاصابه، ممكن الدمبل يقع منه او يبقى عنده اصابه، يعني خطر شويه عليه، فيبقى الجهاز افضل يعني. حلو. فهذه الجوله الثانيه حق الجوله الثانيه يحيى. طريقه النزول مع الكوع، لاحظ ان الكوع ما صار سيده. الكوع ما ينفعش تفتح، دائما احنا قلنا الكوع مع الرسخ نفسه. شلون طريقه الرسخ؟ يكون الكوع مستقيم معه. وزي ما قلنا نقدر، لازم نعمل يعني انبساط كامل للعضله، نزول وانقباض كامل. ما ينفعش تلعب نص عده واللاعب اللي هو يلعب بس. زين، ممكن في لاعب مثلا مرحله متقدمه، نقول مو مبتدئ او انه محترف، ياخذ التمارين على طريقه البامب مثلا، في بقى طقات بسيطه اللي هو ما مش البامب، اللي يكون التمرين بشكل اللي ممكن العب خمس عدات من تحت النص اللي هو نص، ومن نص لفوق اللي هو، وبعدين خمسه كاملين. ده بيكون اللي هو زي نظام السوبر، ويكون نظام البامب ضخ الدم اكتر في العضله. بس ده برضه مش ما ينفعش للاعب المبتدئ اللي احنا بنشتغل عليه النهارده. ده لاعب ثاني عنده كثافه عضليه، عنده كثافه عضليه وبيشتغل عليها، ويكون له غرض عايز يزيد من نسبه من الديفينيشن بتاع العضله من الفايبر. فبيكون له غرض من التمرين، لكن مش تمرين اساسي. احنا بنشتغل النهارده على الاساسيات. على الاساسيات اللي ممكن اي لاعب يلعب التمارين هذه، فيلعب بطريقه انبساط كامل وانقباض كامل. ما بنشتغلش على لاعب بادي بيلدينج محترف وبنقول عايزين نعمل نطور فيه ايه او نشتغل، لا، احنا قلنا ان دي مرحله ثانيه ولها تمارين ثانيه، وكل لاعب بيختلف على حسب نقاط الضعف اللي عنده، على حسب شكل العضله، وعلى حسب طبيعه جسمه. حلو. لكن احنا بنشتغل على اللاعب المبتدئ. حلو، زي كابتن انا دائما اسمع مثلا الزاويه الضعيفه نخليها اول شيء. هل هذا الكلام صحيح؟ صح، العضله الضعيفه او النقطه الزاويه الضعيفه في العضله لازم اخليها الاول.
يعني مثلا انا عندي صدر ضعيف العالي، صدر العالي، ابلش تماريني مثلا اول تمرينين اخليهم عالي العالي الاول، وانت لسه كامل الباور بتاعك لسه كل يعني الباور عندك كامل وفيك طاقة أكبر، تشتغل على العضلة الضعيفة الأول عشان تستفيد منها كل طاقتك. حلو، يلا ناخد الجولة الثالثة. الجولة الثالثة هذه طبعا زيد الوزن 10، زيد هي العشرة نزيد للوزن. ها؟ خمستين أو حط خمسة، أو حط خمسة بس. يلا خمسة واحدة تمام، سوينا زيادة حق الوزن خمسة مثل ما ذكر الكابتن محمد شعبان أن الزيادة تصير تدريجية، والعدات من 15 إلى 10 على حسب الإمكانية مع الوزن. إذا في الجولات الأخيرة، الجولة الأخيرة إذا عايز تكسر الوزن خلي الجولة 10 عدات، لكن مش عندي مش هكسر الوزن، خلي الأساسي بتاعك 15 عدد. ممتاز، فاحنا سوينا زياده بالوزن الجوله الثالثه، ودايما نخلي صدرنا دايما لفوق، يعني واحد لاعب دايما يخلي صدره لفوق ما يخفش نفسه، يبتدي يشغل في كتفه بس عشان استفيد من الصدر بشكل كامل. لازم اشد صدري واخلي صدري فوق، ابرز الصدر الى الامام وادز عشان اشغل. في لاعب دايما تشوفه تلاقي خافس نفسه وبيلعب بكتفه، دايما تشوفه بالنادي. فلا دايما خلي صدرك مفتوح واشتغل على الصدر وحس بالعضله اكبر. صحيح كذي، احنا نكون خلصنا شرح كامل عن الجهاز هذا وخذينا بعض المعلومات اللي تفيد المشاهدين من الكابتن محمد. يعطيك العافيه كابتن محمد، شكور ما قصرت حبيبي، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه لعبنا يا يحيى، خلوكم معنا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بكم اعزائي المشاهدين من قناه كويت سبورت وحلقة جديدة من حلقات برنامج فتنس وفقرة التغذية. معكم أخوكم أخصائي التغذية العلاجية والرياضية علي عزيز. اليوم راح نسولف عن أيضا أكلة متداولة كثير بين الناس هالأيام، ولا وهي الشيا سيدز أو الشيا سيدز. ملعقة طعام واحدة من الشيا سيدز تحتوي تقريبا على 70 سعرة حرارية، 2 إلى 3 جرام بروتين، 4 إلى 5 جرام دهون، أغلبها دهون غير مشبعة المفيدة، وخمسة إلى ستة جرام ألياف غنية بالأوميغا 3، مضادات الأكسدة أيضا جدا عالية فيها، والألياف الذائبة والغير ذائبة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل ما ذكرنا أو مثل ما إحنا عارفين، تقلل من خطورة أمراض القلب والأوعية الدموية والسكر، وتساعد على إنقاص الوزن أيضا. ليش؟ لأنها تحتوي على الألياف والبروتين. الألياف والبروتين راح تقلل من تناولك للأطعمة لأن تأخذ لها وقت على ما تنهضم، وأيضا تحسسك بالشبع وتحسين أيضا صحة العظام لاحتواها على الكالسيوم واحتواها على المغنيسيوم. إيش كثر نحتاج تشيا سيدز؟ كم ملعقة طعام باليوم؟ تقريبا 2 إلى 3 ملاعق طعام باليوم راح تغطي إن شاء الله احتياجنا من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والأوميغا 3 إلى آخره. سهلة إنك تحطها مع الأكل، تحطها مع الروب، تأكلها مثلاً كوجبة سناك مثلاً عالية السعرات، أو مثلاً كوجبة عشاء على سبيل المثال، شيء تعطيك ألياف وتعطيك دهون مفيدة وتعطيك أيضاً البروتين. ممكن تحطها مع الماي، في ناس يحطونها مع الماي عشان يستفيدون منها أيضاً، او عشان يتقبلونها، في ناس تقبلها مع الروب، في ناس تقبلها مع الماي، تقدر تحطها مع اي واحد منهم. هذا كل شيء عن بذره او حبوب الشيا سيدز، وان شاء الله نشوفكم في حلقات جديده من حلقات برنامج فتنس، ومع السلامه.